ساحة الاعتصام بالمنطقة الخضراء. مراسلنا علي أسد، أهلا بك. علي، ما الجديد لديك في ساحة الاعتصام؟ ضعنا في الأجواء المسائية والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالقادمين إلى ساحة الاعتصام وغيرها، تفضل. نعم زميلتي ناس، حركة اعتصام طبيعية على غرار الأيام الماضية، لا زالت المواكب تأتي إلى داخل مجلس النواب وإلى هنا بعد ساعات المغرب، وقيمت الكثير من المجالس الحسينية في المنصة الخاصة هنا في ساحات الاحتجاج. حركة طبيعية، المواطنون والمتظاهرون يتوافدون أيضا من محافظات عراقية مختلفة. قبل صلاة المغرب جاءت كمية كبيرة من العشائر وأيضا من المواكب الخاصة من مختلف المحافظات العراقية وخصوصا المحافظات الجنوبية، قد توافدت وبشكل كثيف ثم عادت أدراجها. اليوم الكثير من الدعم اللوجستي من قبل تلك المحافظات، تأتي هنالك قوافل من تلك المحافظات تقدم الدعم إلى متظاهري العاصمة العراقية وبغداد، ومن ثم يعودون إلى مناطق سكنهم وهكذا، وبالتالي دعم وزخم معنوي وزخم مادي بالنسبة للمتظاهرين يقدم هنا. كذلك عدد كبير من النساء يتواجدن في داخل ساحات الاحتجاج، هنالك خيم مخصصة للنساء قد تم إنشاءها هنا في داخل الشوارع الخاصة والقريبة من مجلس النواب، تحتضن النساء. يغادرن هذه الخيم عند ساعات المساء وثم يعودون إلى هنا عند الصباح تحت اسم خيمة جواهر الإصلاح. عدد من النساء يقدمن أيضا دعم كبير بالنسبة للمتظاهرين، والموضوع أيضا كذلك الرجال وهم الأساس في هذه التظاهرة. مواكب اليوم تقدم دعم لوجستي ضخم بالنسبة للمتظاهرين، نتحدث عن أيام طويلة جدا، وبالتالي كمية يعني نرى أنهم روحيا وعقائديا جاءوا للمطالبة بالحقوق. نعم، هي مسألة روحية وعقائدية وهي مسألة بعيدة الأمد. لو كانت تظاهرات اعتيادية لانسحب أغلب المتظاهرين، ولكن الأمر يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالإصلاح ويتعلق بالتغيير، وربما لشهر محرم الحرام قد أضاف الكثير إلى هذه التظاهرة وهذه الثورة، وبالتالي يعطي هذا الأمر زخم، وهذا الأمر واضح على هذه التظاهرة. اليوم أيام طويلة ولا زال المتظاهرون بأعداد ضخمة جدا يتوافدون إلى داخل ساحات الاحتجاج دون كلل أو ملل، وهذا الأمر سوف يوضحه أكثر المتظاهرين الموجودون هنا اليوم. يعني شفنا قبل قليل يعني دعم لوجستي ضخم من حضرتكم ومواكبكم للمتظاهرين، صار لكم كم يوم هنا، وتشرح لي ابرز الخدمات تقدموها للمتظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا من يوم 1 محرم ولهذا اليوم مستمرين بدعم المتظاهرين والمعتصمين من ناحيه الماكل والمشرب والمنام، فمستعدين ايام واشهر وسنين الا تحقيق مطالبنا، ما نرجع لبيوتنا الا تحقيق مطالبنا. واحنا اليوم لا يخفى على المجتمع العراقي فرحانين لقناة الرشيد حصلت كتاب شكر من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، وبهاي المناسبة اليوم حتى عزمناهم على فطح، قلنا لهم انتم اليوم حصلتوا كتاب شكر من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، فاحنا ممنونين لكم قناة الرشيد، واحنا اخوان ان شاء الله، وانتم داعمين للثورة، ثورة الاصلاح، ثورة عاشوراء. شكر لكم من المتظاهرين والمعتصمين الى كل كادر قناة الرشيد. لهذه التظاهرة وتوقيتها في شهر محرم الحرام، هل أعطى انطباع خاص لها؟ طبعا أخي العزيز، هاي الثورة انطلقت من ابتداء، يعني شلون انطلقت؟ يعني أسوة بالإمام الحسين عليه السلام من جميل المدينة للعراق، ثورة الإصلاح إن شاء الله هم ثورة الإصلاح قدوة أسوة بالإمام الحسين عليه السلام، انطلقت هاي الثورة وسميناها سماحة السيد القائد مقتدى صدر عز الله، ثورة عاشوراء بقيادة سماحة السيد القائد، لأن الجماهير ما يصير تتفرق بقيادة مركزية والمطالب موحدة. مطالبنا هي الإصلاح منظومة الدولة عامة، يعني مو مثلا برلمان أو قضاء، لا، اليوم الإصلاح عام التغيير سماه سماحة السيد، وإحنا عندنا عتب على القضاء، لأن القضاء بال 2010 فاز زياد علاوي أخذ 91 مقعد، أخذ المالك 89، رجعوا للدستور، الدستور يقول الكتلة تفوز شكل حكومة. فسرت المحكمة الاتحادية شو تقول؟ تقول لا، الكتلة الأكبر تكون أكبر المقاعد مجلس النواب شكل حكومة. تلفوا الائتلاف الوطني اخذوهم نياد علاوي، زين هسه 2021 يا الكتله سوت كتله انقاذ وطن التيار الصدري والاخوه الكراد والسنه شكلت كتله اكبر 200 مقعد، ليش المحكمه رجعت فسرت انه قول الثلث المعطل يعني 220؟ اذا المحكمه انحازت الجهه
دون جهات أخرى. جزيل الشكر. نعم ظروف علي. كثيرة تحيط التظاهرات، درجات حرارة مرتفعة وكذلك غبار، وكل هذه الظروف يبدو أنها لا تؤثر كثيرا في المتظاهرين. أيضا تواجد عدد كبير من نواب الكتلة الصدرية المستقلون أو المستقلون من مجلس النواب قبل قليل هنا في داخل المجلس، وطلعوا على أحوال التظاهرات بشكل عام. نعم شكرا لجهودكم علي في ظل الأجواء المغبرة، وأيضا بالعافية عليكم المفطح.